أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو سالم يقول: حدثونا عن الإمام الشافعي، وما هي أشهر الكتب الذي برز فيها؟ الإمام الشافعي إمام جليل، وهو الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة أقدمهم، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. والشافعي له كتب في الحديث وفي الفقه وفي التفسير، ومن أشهر مؤلفاته الفقه كتاب الأم، أشهر مؤلفاته في الفقه كتاب الأم للإمام الشافعي.